عمش على هالحالي، العمش يعمشك العمش. لا شو بيقول لي ابنك؟ نحن بالقرن العشرين. حشات الذكر، قرن الثور بوعجلي بيسوى القرن العشرين كله. يا أمير التراكتورات حظوظ، وبالظهر يعني طلع حظنا عاطي. قال حظوظ، قال أشو هو؟ شروة بالطايخ؟ العمى أحليين أصفى بلا أرض وبلا تراكتور كمان. هي لو تنحل مشكلة القطع التبديلية كان كل شي بصير ميسرها. والله عاه، وصرتي تفهمي بالقطع التبديلية يا أم فارس؟ أنا شو بعرفني، هيك سمعت فارس عم بيقول لك. بس بدي أفهم إنه شلون هايك أبي درسوش قصة القطع التبديلية قبل ما يصنعوا تراكتورات؟ أبي يشتروا سيارات ما فيش قطع، أبي يصنعوا مراويح ما فيش قطع، تلفزيونات ما فيش شاشات، ضراب الصخن ما فيش قطع، أبي يفتحوا شارع بيتفاجئوا يعني قال إنه هالشارع بده مجارير بده مصاريف بعمرو ضاحية، ضاحي بعمروها قال بيتفاجئوا يعني إنه ما فيش بالمنطقة كلها مي تكفي السكان، بيفتتحة واكتتاب للسيارات بيتفاجئوا قال يعني إنه ما فيش عملة صعبة عند الدولة. بس وينك؟ العملة الصعبة بتنخلق خلقة لما بدهن شبح أو نملة أو حتى قطع تبديلية لمعامل المسؤولين. أيقطع عمري لأخلص من هالورطة يلي ورطتني فيها يا فارس. وكل الله يا أبو فارس، وكل الله. وحاجة تعصب ما بيسوى مشانها. قولك يا أم فارس، أنا مالي مجبور جيب قطعة من لبنان وقطعة من عمان وقطعة من أراضي الجان. لا، وقال شو؟ تراكتور مصنوع من حديد وهو مثل البسكوت، قسما بالله مثل البسكوت. يعني لو جحت يا أم فارس بقرمش رفريفه بسناني. يا أم فارس، أرض الحقل بدال ما تكون مبذورة بالحب صار بذرها عزقات وصامولات ورندلات وبراغي وجنازير وقضبان معدنية. وكيف ما ندرت يا فارس، كيف ما ندرت بتلاقي بقع زيت وكبتين شحم وهالتراكتور الملعون مرمي بالنص مثل جيفة البغل. صحيح، بس لا تنسى انه ابو عجله كان يزبل ويبعر كتير. صحيح، بس زبلو يسلم لزبلو، وبعرو يا محلى بعرو كله سماد للارض يعني مفيد. بس هالزيت المحروق حرق اخت الارض يا ام فارس لاكثر من مترين تحت التراب.